بكم مشاهدينا على قناتكم الشرفة في برنامجكم السنوي المحبوب ذلك. في هذه الحلقة سنتابع تاريخ برنامجنا. انا بخوت كنقلب على مرتي لماذا مقبلات حولي واش نقول لك اللي شافها يقول هل القناة شرفتي هاتوا سعاي راه هي كما شفتو ديما ضحكة راه تدي معوز عينيها ما كبار ما صغار عندها واحد شوية مصطاج هنايا تعال مع الدار كنقول لها اذا كانت كتسمعني غاد جي مرحبا بها راه ما بقيتش نضرب راه نخبط راه خدات لي الدراري ما خطيتش يلا يلا يرحم ليكم الوالدين يا سلام يا سلام السلام عليكم الجميع انا كيعيطوا ليا بالكين كنقلب على دار من نهار خرجت منها ما عمرني باقي لقيتها عييت ما نقلب ما نسول ما عمرني شفت عييت ما عرفت هذا واش باقا ولا تخلى المهم هي راها مبنيه يسمع بالبريك البريك والمرطوب فيما المهم اللي شافها ولا اللي قشعر شي زنقة تاصل بيا ولا يتاصل بقناة الشرفة تي اف جي راه النمرة ها هي ياك شتو اسمع المهم اللي شافها الله يرحم ليه الوالدي الا ما يعيط لي راه دابا باقي لفون فون ما عرفت فين نمشي سلام عليك ياك لباس ياك بخير ياك بخير ياك لباس الحمد لله يا خوتي يا خوتي انا اللواد على ولدي انا راني شريك اللواد على الشريك الثاني هذا غير مادل مادل ما جبرنا الوطن مر وراعكو خويا مر مر بار مادل كون راع شوف اللي جاورو يتصل بينا ولا بلي لا عاد يشرف التيفي السلام عليكم المشاهدين بغيت نقول لكم كنقلب لا تسترواح اول انسان عفاكم للجاهلية للجاهلية ولا شافوا اي بلاصة ولا شافوا بطاعية تسمع امان اللي شافوا يتصل بيا لهاد النيميرو سروالها هو المهم الله يرحم الوالدين راه البرد راكم عارفين البرد هذا للقاء لي الله يجازيه بخير ترى وليت بوانا بغيتي تروان خرج بويا هذاك جيب لي تروالي جزاكم الله خيرا النمرة ديالو ولا تطلب الشرفة تي في الله يرحم الوالدين هانتم سلام انا ماشي ابراهيم كنقلب على ولد عمي ولد عمي سميتو حمادي ولد من عيني خرج من الدار 72 عام هذا اكمل ما عمرنيش كان عزيز عليا مسكين كان ديما كيجي عندي اكمل كنا كنلعبو انا وياه قشقاش المهم مشاو وهضر ما عمرني شفتو واللي لقاه ولا اللي قشعر شي بلاصه عيط ليا ولا يعيط لقناة الشرفة تيزي المهم هو راه ما طويل ما قصير ما كحل مبيض انظر الصورة جانبا وكنشكر قناة الشرفة تيزي يو بدا السلام عليكم مرحبا انا كنقلب على خويا مضطر لي سنين عافاكم الله يجزيكم بخير وغادي نلقاه خاطر صغيرتو
ليغا ماني وائل الفقري نيفو قبل شويه اللي فيه دينا الخارجين امه ديما ضاحك ديما هو ضاحك هو هذا جروب فيس خويا اذا كنتي في الحياه كنت كتشوفني تبارك الله يا جي راهو محتاج كنت لعب معاك اذا كنتي متي وراحك مهم هو شعرو معك حل مع صار مع مهم اخوت فتروح تشوف نتمنى لكل من تلفل أو قريب أو بعيد أن يجدوا بمشيئة الله والسلام عليكم.